بحياتكم يا شباب. قبل ما بلش استاذ انيس، هالولاد اللي عم يعملوا ضجيج داير مدار الحفله من ورا، سكتون او شيلون لبرا. الليلي احزمت امري وحلفت على الصليب، ممنوع ضرب المكفح وسر الشطيب. وبطلت موسى عامله مثل الغريب، وما بريد شعر سوالف الاسود يشيب. جاي البحث تركيبة الكون العجيب، هالطلسم العاصي عتفكير اللبيب. هوني تهاني وعربدي، وهوني نحيب، وهوني مناسف تلج، ومطرح مناسف تلج والتاني لئيم. وهوني مريض ماله من الصحة، نصيبه مظلوم عينه مفتحة وحقه سليم. يا زغيب هالأوضاع وين علاجها؟ براي المحامي او بسكين الطبيب. Hey,
محامي الواجبات مجرد قراءة من أصول محاكمات وبالنص الأبيض ع طبيب المعجزات لولا ما يبدع إن كان الطفل مات مين أغلى بالحجج برهنوهات الرزق يما الروح يوم التضحيات وإنت المريض وضعفك بضعف النبات لو راح رزقك والمحاكم عسبات شو بتستفيد من المحامي يا مريض نرجع لك الرزقات وخسرت الحياة وصرت في لحدي دفين بصدق المحامي وغيرته عم وكله بتضل تتحصل حقوق الميتين
وبينصف بريق. شفنا عنص الدرب قصة مضحكي مارق محامي مع أبوه المشتكي إلا وتاكسي صدمة البيوتكي. احتد المحامي وقال السايق مش ذكي القانون ما بيسمح بسرعة مشركي بالمادي سبعة عليهم نشتكي ومنميز الدعوى زيادة لو فكي حوني صرخ بيو اكتفي وجبل الحكيم بدي دوار الجرح ما بدي حكي. ما في محامي زنجل وعمر بيوت بالكاد حصل من حقوق العدل قوت. عمو على وجه الدني ما يشوف حوت مبكي لنيابه في صغار العنكبوت. عون الشهامي والإبا وطبع العنوطي خل الظلم واقف ويركع بالسكوت ويغيب لمن كان بيو عن يفوت للمقبرة عربع دوالي بخوت. بهالوقت خلى المحكمة تربي الغريب تا غير بيو بهالطريقة ما يموت. وجني من الغريم يمكن اذا بيوكلوا كفوا كريم يحكم بريء بالسجن او يشنق يتيم. وابنك اذا بيكون جرحه بالصميم عيف المحامي وللحكيم الطفل ايم. وقصة حقوق الناس كذبة عغشيم وين الحقوق بعصرك وعصر القديم. وبعصور فرعون وسليمان الحكيم وبقصر هولاك وتمرلنك العظيم كانوا بسجون الظلم ماتوا الأبرياء لو ما يضل عليهم يطل الحكيم. وين الحقوق بعصرك وعصر القديم وبعصر فرعون وسليمان الحكيم وبعصر هولاك وتمرلنك العظيم كانوا بسجون الظلم ما
عطف بيدي اندي لعمري وشمعتي وتريتي اطلبت المحامي الطفل راب بفيتي تصون حقه وتنفر لخطيتي تفضل يعيش تفضل يموت مكرم وحقه يعيش ولا يعيش مسلول وحقوقه ميتي ولا يعيش شمعتي وتريتي اطلبت المحامي الطفل رابي بفيتي تصون حقه وتنغفر لخطيتي تفضل يموت مكرم وحقه يعيش ولا يعيش مسلول وحقه ميت ولا يعيش صحته مش عسوى وعم تدعي بحقوق دفترها انطوى وناطر عبال المحكمة بلحفة وغوى تتقيم دعوى الصدق فيها من روى فرضنا المحامي تفاجأ بلفحة هوى وما في طبيب استلحق بوصف الدواء بتكون دنيا عالمحامي الناطر وراح الصبي والرزق والدعوة سوا يدوي صداعك كل ديري دفع
وحنين افض شي حصيري اخو حتى ينكتب بالدم سني عدول الدفع الظلام ميري بدي صيخ عن تم المسني وانزل في قواريف العشيري الف حفل الدبح اول وتني دار يضل اجرب بالحصيري بالحصيري وحتى ينكتب بالدم سني عدول الدفع الظلام ميري بدي صيخ عن تم المسني وانزل في خواريف العشيري الف حفل الدبح اول وتني طام يضل اجرب بالحصيري يعني عليك اف مني هالعمل من دون مني لا جمال ولا قباحة جمال رسالته
تسعة طيم باتوا ما عاد بدنا حكي وكترة فصاحة ولا قوانين عالتكرار ماتوا بدنا الصون على الأرض المباحة طبيب المجد يلمع من سماته وبإيده يجيب سكين الجراحة ويبدع مطرح العلة وسببها بيرجع للوطن جوهر حياته.